مازن أيضا أكيد تابعت إنه الأمر أصبح يتعدى الآن رامز، ابتدينا بقى نفتح حكايات لم تكن يعني موجودة من قبل، ويعني فرصة إن أنت معايا لأن أنت الوجه الرسمي لمجموعة إم بي سي، ففرصة إنه كل شيء ألقي يعني أمامك وأخذ تعليقك عليه. ترديد مثلا فجأة أن تظهر حكاية باسم يوسف مرة أخرى ودور ام بي سي في والمملكه في وقف باسم او التدخل في موضوع باسم، كل هذه الحكايات لا علاقه لها برامز، بس ما دام اتفتحت يا ريت اسمع ردك على هذا الامر. استاذ عمر بكل بساطه بقول لك هذا كلام كذب وافتراء. سمعناه كذب وافتراء، المملكه لم تتدخل يوما بهذا الشان ولا حد علمي بشأن الـ MBC مصر أو بأداء MBC مصر كلها، مش بس برنامج باسم يوسف. وكل ما ذكر عن تدخل المملكة بهذه المسألة عن وقف برنامج باسم يوسف غير صحيح، والكلام اللي سمعناه كذب وافتراء. وبضف لك المبالغ اللي انحكى عنها أولاً ليست موجودة، ثانياً خيالية. وبقول لك أكثر من هيك، باسم شاء انه ما يكفي ببرنامجه لظروف واسباب هو بيفصح عنها، وام بي سي عرضت على باسم افكار عده برامج غيرها وباسم لم يشا الظهور بها. باسم يوسف موجود صديقنا وبيعرف وله احترامه وتقديره، بيقدر يجاوب اذا انا اللي عم بقوله غير صحيح. هل سمعني؟ بكل احترام بقول كذب وافتراء وعيب إدخال المملكة بافتراء من هذا النوع على مسألة بسيطة بتتعلق ببرنامج تلفزيوني بتصور حرص المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية ووقوفها إلى جانب الشعب المصري دائماً بكل الظروف أكبر بكتير من أن تتدخل شو عم تعمل MBC مصر أو شو عم يعمل برنامج عليها.